أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا أن سرقات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها الاحتياطي البنك المركزي أوصل 19 مليون مواطن يمني لحافة الفقر. وقد أوضح التقرير الذي أعده المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعد نهبها ما يقارب 5 مليارات دولارات من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي أوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي وبحاجة ماسة للمساعدة العاجلة، مضيفا أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أحدثت خلال عامين من الانقلاب دمارا هائلا على الصعيد كافة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار. كما أشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان 5.5 مليارات دولارات، ليصل المبلغ إلى 700 مليار دولار في سبتمبر 2016. كما كشف التقرير عن أن الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد عن 2 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2015 وحتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع. وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن جماعة الحوثي استنفذت معظم الموارد المهمة في الدولة وأعاقت بعضها، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة، حيث بلغ إجمالي عام الدين الخارجي بل الداخلي حتى نهاية 2016 حوالي 20 مليار دولار. كما أكد التقرير أن اليمن بحاجة إلى إعادة إعمار مكلفة، فقد قدرت الحكومة تكلفة إعادة الإعمار بمئة مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة.